نستقبل في هذه الأيام شهر صفر، هذا الشهر الذي ارتبط لدى الكثيرين من الناس بأفكار تتحرك به في خط التشاؤم، فهناك جماعة من الناس يعتبرون أنه شهر نحس، يخافون فيه من القيام بأي مشروع مهم في حياتهم، لأنهم يخافون أن يفشل على أساس أن هناك نحسا في أيامه، كما يفعل البعض من الناس أن يتشاءم من أيام معينة في الشهر، كما يتشاءم البعض في آخر أربعاء من كل شهر، فلا يمارسون فيها أي عمل لأنهم يخافون من النتائج السلبية لهذا العمل على أساس طبيعة نحس في هذا اليوم أو ذاك. وإننا نريد أن نواجه هذه المسألة، مسألة التشاؤم بالأيام أو التشاؤم بالأشخاص أو التشاؤم بالأحداث التي قد تحدث في بعض الأيام وفي بعض الأمكنة، أو التشاؤم بالحيوانات وبالطيور فيما كان يتشاؤم فيه العرب بالغراب وبالبوم وما إلى ذلك. إننا نريد أن نثير هذه الأمور التي دخلت في نفسية الناس فخلقت لهم مشاكل نفسية، بحيث تحولت نظرتهم إلى الأشياء إلى نظرة معقدة تحاول أن تستعير من خلال ما يحوطها نظرة التشاؤم للمستقبل، بالمستقبل أمام المستقبل أو التفاؤل بالمستقبل، وبهذا يعطل كثير من الناس مشاريعهم وقضاياهم على أساس أن هذا اليوم يوم شؤم وذاك اليوم يوم نحس، وأن هذا البيت بيت مشؤوم وأن هذه العائلة عائلة مشؤومة، وأنني انطلقت من البيت فرأيت شخصا مشوها فتشاءمت منه، أو رأيت غرابا أو ما إلى ذلك. كيف نفهم المسألة من وجهة نظر إسلامي؟ لأننا نريد أن نصوغ نفسياتنا وحركتنا في كل
حركة الواقع على أساس الخط الإسلامي العام. فماذا نرى عندما ندرس شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو هدانا ونبينا وإمامنا وقائدنا الذي أرادنا الله أن نقتدي به ونتأسى به؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فماذا نقرأ في سيرته؟ إننا نقرأ في سيرته إنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة، والطيرة هي التشاؤم، لأن العرب كانوا يتشاءمون بالطير، فغلب اسم الطير على اسم التشاؤم. وهكذا رأينا في القرآن الكريم في بعض الآيات قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، وهكذا. فالنبي كان يحب الفأل، يعني يحب أن يتفاءل بما حوله من الأشياء حتى يكون في حياته كلها منطلقا من خلال الثقة بالنجاح في المستقبل. وكان يكره الطيرة، يكره التشاؤم، ويرفض أن يتشاءم بكل ما يتشاءم به الناس، لأن التشاؤم يجمد حركة الإنسان ويدفعه إلى التراجع، ويبعث في نفسه النظرة السلبية اليائسة بالمستقبل. وهذا ينطلق في كلام رسول الله صلى الله في صفة رسول الله، ينطلق من فكرة أساسية إسلامية. لماذا كان يحب الفأل ويكره الطيرة؟ لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله علمنا أن نثق بالله، وأن ندرس الأمور من خلال طبيعة عناصر النجاح والفشل في داخلها، وأن ندرس الأمور مع الناس الآخرين فنتشاور معهم. فإذا رأينا عناصر الخير في داخل المشروع أو في داخل العمل أو في داخل الحركة، إذا رأينا عناصر الخير متوفرة في داخلها واقتنعنا بذلك، فإن علينا أن نتوكل على الله. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت من خلال دراستك للأمر واقتناعك به ومشاورتك للناس واقتناعك بما أشاروا به عليك، فإذا عزمت وخفت أن تكون هناك مشاكل غير منتظرة وأن تكون هناك مفاجآت
غير محسوبة فتوكل على الله، انطلق من موقع الثقة بالله بعد أن تدرس الأمر وتحرك في حياتك على أساس الثقة بالله سبحانه وتعالى. فمسألة أن تكون متفائلاً بالحياة هي مسألة أن تكون واثقاً بالمستقبل وواثقاً بنفسك من خلال ثقتك بربك الذي جعل لكل شيء سبباً ودل الناس على الأسباب التي يستطيعون أن يحركوها في طريق الوصول إلى النتائج. عندما تثق بالله وتدرس كل الظروف وكل القوانين التي تجعل المسألة ناجحة في نظرك فتوكل على الله. وقد ورد في بعض الأحاديث ثلاث لم يخل منها أحد: الحسد، الظن، والحسد والطيرة. الظن يعني أن تظن بالناس السوء، والحسد أن تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله وتتمنى أن تحصل على ذلك وأن يسلبهم الله ذلك، والطيرة أن تتشاءم بالأشخاص وبالطيور وبالأيام وما إلى ذلك فيدفعك ذلك إلى التراجع ويمنعك من التقدم. ثلاث لم يخل منها أحد، يعني كل إنسان في عنده حالة ظن بالناس، كل إنسان قد يعيش غريزة الحسد، كل إنسان يعيش حالة التشاؤم. فإذا حدثت هذه الأمور لدى الناس فكيف يفعلون؟ هذا حديث شريف. فإذا ظننت فلا تحقق. إذا ظننت بإنسان سوءاً فلا تحول ظنك إلى حقيقة بحيث تحكم عليه على أساس ظنك. وإذا حسدت، إذا عشت نوازع الحسد في نفسك فلا تبغي، لا تعتدي على الذي حسدته، بل اتركه في نفسك. وإذا تطيرت فامضي. إذا حصلت عندك حالة من التشاؤم فإن عليك أن لا تتوقف أمام أفكار التشاؤم، بل حاول أن تنطلق بقوة وتبادر إلى التحرك نحو العمل. وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة كفارة الطيرة التوقف، يعني التطير يشبه الخطيئة. إذا تطيرت وتشاءمت فإن التطير والتشاؤم يعني أنك لا تثق بأن الله قادر على أن يغير الأمور في اتجاه الخير، ولهذا فإنها تشبه أن تكون خطيئة. فإذا تطيرت وعشت حالة التشاؤم فامضي، توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني أن الله نظم الأمور وجعل لكل شيء سببا في داخله ومن خارجه. فإذا تحقق السبب تحقق المسبب، فلا تعتني بكل التهاويل وبكل التخيلات في هذا المجال أو ذاك.
كفارة الطيرة التوكل. وقد ورد في حديث عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام في التحدث عن عقلية تشاؤم في آخر إربعاء في الشهر، وكان يسمى الإربعاء الذي لا يدور، لأنه آخر إربعاء يعني ما بيجي إربعاء ثانية وراء بالشهر. يقول: من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً لأهل الطيرة، يعني بده يسافر، بده يقوم بمشروع بعمل، وكل الناس اليوم يوم أربعة آخر أربعة بالشهر، كيف بدك تخرج، كيف بدك تسافر، كيف بدك تقوم بهالمشروع، راح يتدمر كل وضعك. قل: إذا خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً لأهل الطيرة، تمرداً على هذه العقلية، وقي كل آفة وعوفي من كل عاهة وقضى الله له حقه. يعني إن الله يثيبه على تمرده على عقلية التطير، يثيبه على ذلك بأن يقلب المسألة من موقع تطير يقود إلى النحس إلى موقع تفاؤل يقود إلى الخير وإلى الأمل. وذلك فإن الله يعافيه من كل مرض، ويقيه من كل آفة وبلية، وفي الوقت نفسه يقضي له حاجته كرامة له، لأنه خالف أهل الطيرة. وعلى هذا الأساس فلا بد لنا كمؤمنين مسلمين أن نتخفف من هذه الأفكار التي تتحرك في حياتنا لتعطل كثيرا من أعمالنا، على أساس أن هذا اليوم يوم شؤم وأن ذاك اليوم يوم نحس. وقد ورد في بعض الأحاديث: لا تعادوا الأيام فتعاديكم، لا تجعلوا الأيام عدوة لكم فتحولوها إلى أن تكون عدوة لكم من خلال طبيعة الحالة النفسية التي قد تنعكس على حياتكم وعلى أوضاعكم. ومن خلال ذلك ننطلق إلى فكرة التشاؤم والتفاؤل. إننا في الوقت الذي نرفض فيه التشاؤم لا يعني ذلك أن نترك دراسة الأشياء ومعرفة عناصر النجاح والفشل في داخلها. هناك فرق بين أن تكون إنساناً واقعيا يدرس الواقع من خلال كل عناصره ومفرداته، فإذا رأى المشروع ناجحا من خلال داخله ومن خلال الظروف التي المحيطة به تحرك نحوه، وإذا رآه فاشلا توقف وعمل على تحضير أسباب النجاح. إن هذا ليس تشاؤما، أن لا تتحرك لأن المشروع يفقد بعض عناصره الأساسية، أو لا تسافر لأن هناك ظروفا معينة تضع السفر في دائرة الخطر، أو أنك لا تقوم بعلاقة زوجية أو غير زوجية لأن هذه العلاقة لا تحمل عناصر النجاح في داخلها. إنك عندما تتراجع عن بعض المشاريع أو عن بعض الأفعال أو عن بعض العلاقات انطلاقاً من عدم توفر العناصر الضرورية في نجاح هذا المشروع،
إنك لن تكون متشائم، إنك تكون واقعيا على أساس أن الله يريد لك أن تدرس الأمر ثم تتحرك فيه، أن لا تنطلق فيه من موضع عدم الدراسة. إنك لست متشائما، المتشائم هو الإنسان الذي استكمل دراسته للأمور من جميع الجهات، ولكن وخرج ورأى غرابا أمامه، أو قيل له هذا اليوم يوم أربعة، أو هذا اليوم يوم سبت، حجر السبت يرجع لمحله، أو ما إلى ذلك، وتراجع على الأساس. إنك بهذا تكون متشائم، على أساس أنك توقفت عن العمل بشيء لا ربط له بالعمل ولا ربط له بعناصر العمل. إنك لن تكون متشائما في هذا المجال، بل تكون واقعيا. فرق أن لا تتحرك لأن هناك شيئا لا علاقة له بالعمل يثير في داخلك خوفا، وبين أن لا تتحرك لأن عناصر العمل ليست مكتملة. وهكذا عندما نريد أن نتفاءل، ليس معنى التفاؤل هو أن تنطلق إلى العمل وفي قلبك كل الأمل وكل الثقة بالنجاح من خلال حالة انفعالية أو حالة فتحية، أن تكون متفائلاً، أن تدرس الأمور من مواقعها التي تفتح لك باب الأمل، وتدرسها أيضاً من مواقعها التي قد تضع هناك مشاكل في طريق هذا الأمل من خلال عناصر الحقيقية للأشياء. ليس معنى أن نتفاءل معناه أن نترك دراسة الأمور لنتقدم بعيداً عن دراستها، ولكن أن نتفاءل بمعنى أن ندرس الأمور ثم نأخذ من إيماننا بالله الثقة بالنجاح أمام إمكانات المفاجآت المستقبلية التي قد يخشاها الإنسان يخشاها الإنسان لأنه لا يعرفها، أو لأنه لا يعرف هل تحدث أو لا. ومن هنا يلتقي التفاؤل بالتوكل على الله، فإن التوكل على الله يفرض عليك أن تدرس الأمور من جميع جوانبها، ثم إذا خفت من مفاجآت المستقبل قلت ما علي من المستقبل، ما دمت قد درست الحاضر بكل عناصره ودرست المستقبل بكل إمكاناته ولم أدخر جهدا. فأما إذا احتملت أن يأتي المستقبل بما لم أستطع معرفته فإني أترك المستقبل لله وعلى الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. إن علينا أن نكون متفائلين واقعيين، ننفتح على المستقبل من خلال الثقة بالله ومن خلال دراسة المشاريع التي يريدنا الله أن ندرسها بكل دقة قبل أن ننطلق نحو المستقبل، فلا نخاف أي مفاجأة ولا نخاف أي حسابات غير منتظرة. وهذا هو الذي يجعل من الأمة أمة واثقة بنفسها من خلال عناصر الثقة الكامنة في ذاتها، وواثقة بمستقبلها من خلال عناصر الثقة الكامنة في إيمانها بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا
فإننا نستقبل شهر صفر لا لنتعقد من هذا الشهر فيما كان يخيل للناس أنه شهر نحس، بل نستقبله كما نستقبل كل الشهور وقلوبنا مليئة بالأمل وبالثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح لنا باب الحياة بكل سعة وبكل قوة حتى ننطلق إليه من مواقع دراستنا للحياة ومن خلال انطلاقتنا بالثقة بالله سبحانه وتعالى.